السلام عليكم، مرحبا بكم بهذا الفيديو. بعدنا بالمايكروتيك بالهوت سبوت. عرفنا بالفيديو السابق شلون نصبنا. تشوفون انه انتو هذا من الكونكشن انفورميشن او داونلود، تعرفون من يطلعون الاي بي والجيت واي مالتكم. تشوفون الجيت واي مالتنا هنا 101، فطبعا اذا جينا نفتح صفحة جديدة ونكتب 192.168.101 راح تفتح لنا الصفحة مال لوجين. واذا تريد تعرفها من مكان اخر الاي بي مثلا مو من الكمبيوتر مالتك، تقدر تدخل على المايكروتيك اللي نصبنا بيه الهوت سبوت و اي بي ادريس. راح تشوف الفيلان عليها اي بي، هي فيلان 100 اللي علمتكم بالفيديوهات السابقه شلون نسوي فيلان وشلون نعبرها وشلون نسوي عليها خدمه الهوت سبوت. حطينا هذا الاي بي اللي هو 192.168.101 على الفيلان، وهو راح يكون الجيت واي مالتهم. فهاي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه انه ندخل هنا نكتب اي موقع مثل ما قلنا، مثل موقع كوره، لكن الموقع هذا لازم يكون مو سكيور، يعني مو HTTPS. راح نتعلم بعدين شلون اذا كان HTTPS. راح نشوف اذا الموقع كان سكيور او HTTPS. اذا كتبنا مثل موقع يوتيوب راح نشوف انه ما راح ينفتح عندك اصلا. هسه تشوفه يقول لك secure connection fail. تريد تفتح لك، لا يفتح لك الصفحة. نشوف ما يفتح لك لا صفحة ولا راح يفتح لك الموقع. فهاي عندنا مشكلة راح نعرف حالها ان شاء الله بعدين. المهم هسه اللي نريد نوصل له انه هسه هاي الصفحة مالتنا انفتحت الرئيسية. باي ديفولت احنا نشوف السيرفر مالتنا، هذا السيرفر مالتنا اللي هو متكريت على الفيلان، يعني هذا هو الانترفيس مالته. الهوت سبوت بول هنا، يعني هذا الاي بي رينج اللي حيتوزع من اي بي بول، تقدرون تشوفوه اسمه هوت سبوت بول. هو يتكريت اوتوماتيكيا مثل ما سويناه، من نسوي نيكست 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 هو راح يتكريت من اي بيات من 20 الى 254، تقريبا 234 اي بي تقدر توزع بهذا السيرفر مال هوت سبوت. هنا التايمات بعدين نشرحها ان شاء الله. البروفايل يقول لك البروفايل باي ديفولت هو هذا اللي هنا نطلع من التابول الثاني، سيرفيس سيرفر بروفايل الهوت سبوت 1. راح تشوفون هاي الاعدادات مالته في ثلاث تبويبات. التبويب الاول ما عندنا به شيء حاليا لانه هو اسم والاي بيات ما نغيرها، لانه هو هي هاي الاي بيات اللي راح تؤدي انه ينفتح. وهذا الدايركتوري مال الصفحه اللي تدرون انه اكو صفحه هسه نتعلم ان شاء الله مال HTML. إذا ردنا نعدلها إنه تعرفون مرات نضيف مثلا اسم المنظومة مالتك أو اسم الشركة مالتك، لوجو وهالشغلات. باي ديفولت إحنا عارفين هسا على الصفحة مال مايكروتيك الرئيسية اللي هي مضيوفة باي ديفولت. زين هسا هنا راح نبدي. هذا ال HTTP POP هذا clear text، هذا شوية أكثر secure للأوثنتيكيشن، يعني من تكتب يوزر باسورد بالصفحة فهذا نعوفه ما نخليه عليه صح، هذا عليه صح هو كافي يفي بالغرض. عندك الترايل هسه نشوف الترايل شنو قبل ما نضيف. حتى نشوف اول شغله قبل ما نضيف الترايل، تشوفون اليوزر باي ديفولت يصير واحد يتكريت ادمن فراغ ياخذ بروفايل ديفولت اللي هو مال يوزر بروفايل، هذا يقول لك بس واحد شيرد ويا وما حدد له سرعة. وهسه نشوف هاي يعني الإعدادات بدون كيو بدون أي شيء، مجرد اسم وهذا هو البروفايل مالته. من راح نفتح الصفحة هنا بالكمبيوتر مالتنا راح نشوف هنا نقدر ندخل باليوزر الديفولت وبعدين نحذفها طبعا لازم. تشوفون هاي الصفحة الرئيسية مال مايكروتيك، يقول لك هنا تدخل اليوزر والباسورد على مود تدخل للانترنت. تشوفون عليها اللوجو مال مايكروتيك، يعني تابع المايكروتيك مو احنا مصممينها. دخلنا شوف حولنا على موقع كورة او هذا الموقع، شوف شنو هو مكاتبه صحيح هاني مثلا. فبهاي الحالة تشوفون انه عبرنا الصفحة. زين هسه احنا
نرجع لهاي الصفحة شوفوا صار لوجي من الريفرش هاي، نطلع لوج اوف. زين هسا احنا من طلعنا لوج اوف ونرفرش الصفحة راح نشوفون يطلب من عندنا ندخل يوزر باسورد مرة لو. زين هسا احنا نرجع اي بي هوت سبوت تبويب سيرفر بروفايل من البروفايل مالتنا الرئيسي، نفعل الترايل يعني خدمة تجريبية. باي ديفولت شوفوا تنفتح الإعدادات مالتها 15 دقيقة تسويها أو تسويها مثلا 30 دقيقة تجريبية، ويقول لك أني خلال هاي الفترة راح يحتفظ بالماك مالتك بالماك ادريس مالتك، إنه تقدر خلال فترة يوم واحد يعني إذا أنت دخلت استخدمت هاي 30 دقيقة مالتك خلال يوم واحد راح يبقى محتفظ بالماك ادريس والمعلومات مالتك، بحيث ما يخليك انه تدخل لنفس هذا السيرفر اكثر من ترايل. زين وهاي الحاله تقدر هاي هم تقللها، بس عادي هي يوم واحد، وهنا تقدر تقللها مثل ما قلنا 15 دقيقه مثلا تسويها او 10 دقائق باليوم. اذا خلص هذا اليوم راح تمسح هاي الاعدادات مالتك وتقدر تدخل نص ساعه مثل ما تشوفوها بالقهوه، مثلا اذا تروح القهوه مثلا الصبح او تروح مثلا وتصير عندك شغلة تطلع ساعة من القهوة وترجع بعدها ما تقدر تكنك خلال هاي الفترة، راح يبقى الماك مالتك محتفظ بيه بالسيرفر، ما تقدر تدخل من جديد إلا يعبر يوم كامل. زين والبروفايل مالتنا اللي هو يوزر بروفايل يقدرون يحددون سرعة لليوزر اللي يفوت ترايل مثل من أنا، يقدرون يحددون السرعة شقد أبلود شقد داونلود. إحنا حاطين له البروفايل ديفولت، إذا نسوي أكثر من بروفايل مثلا هيك خلينا نسوي بس حتى أراويكم إياه، مثلا نسوي بروفايل مثلا 1 ميجا بس ما راح نحدد إحنا بس هيك نريد نراويكم. نرجع سيرفر بروفايل راح تشوفون تطلع لكم أكثر من بروفايل، طلع البروفايل اللي سويناه هذا اللي قصده، يعني نقدر نضيف نغير بالسرعة نغير بشغلات ياخذها هذا الترايل من اللي هو التجريبي من البروفايل. زين هسا نرجع للصفحة، اذا رفرشها راح تشوفون طلع هنا انه يقول لك اضغط هنا وخذ نص ساعه مجانيه، تقدر وراها تدخل مثلا جوجل او شيء تشوفون يفتح عندك عادي، المفروض ماكو مشكله. مع العلم ما دخلنا لا يوزر ولا باسورد، بقى شغله واحده لوج اوف خلينا نطلع من عندها. هنا راح تشوفون كل ما دا اطلع لوج اوف شوف لازم ادخل من جديد او ادخل يوزر باسورد من جديد. هنا أنا فائدة الكوكيز هو الملف من السيرفر بروفايل، همينة تفعل الكوكي هنا أنا. هاي شنو معناها؟ هاي المايكروتيك ومواقع الانترنت مثل جوجل او فيسبوك، الكوكيز هو فايل يحتفظون به بالمعلومات مالتك، مثل معلومات الاوثنتيكيشن، مثل انت تدخل على موقع فيسبوك او تدخل على موقع يوتيوب او جوجل، مو كل مرة راح تشوف تقعد تكتب اليوزر باسورد، اكو اعدادات تسيف بالمتصفح وتسيف بالموقع ايضا. شوف بعض الاحيان مثلا محركات البحث مثل جوجل دائما تستخدم الكوكيز ان يشوفون شنو اكثر الكلمات تبحث عنها او شنو المواضيع، مثلا انا مهندس اتصالات ونتوركينج، مثلا من اكتب فد مصطلح مشابه المصطلح الطبي مثلا تي سي بي او اي مصطلح، يعني خلينا نفرض اكو تشابه بالمصطلحات او المختصرات، شوف اللي يطلع لي المصطلحات بكلمات البحث راح يطلع لي شغلات العلاقة بالنيتورك قبل الشغلات مثلا الطبية او قبل الشغلات اللي لها علاقة بغير فرع، بينما الشخص الطبيب اللي هو دائما يبحث عن شيء اخر شوف بسبب الكوكيز عندهم معلومات انه هو هذا يبحث عن هاي الكلمات المفتاحية فيربطوها بها، هاي فائدة الكوكيز. فهنا احنا فائدة بالمايكروتيك من سويت الكوكيز طبعا لانه السيرفر موثوق به، يعني تعرفون انه بيه شغلات مو سكيور انه انت اي موقع مو تراستد ياخذ معلومات منك و تستخدم كوكيز وياه، بس الموقع المواقع التراستد يستخدموا لتحسين، يعني مثلا يشوف الاعلانات هسه اللي تطلع لك انه انت تشوف هاي كلها ريليتد بالشغلات اللي انت مهتم بيها. زين فالكوكيز من فعلناه قلنا له اوكي، راح نرجع للكمبيوتر مالتنا. اذا دخلنا كتبنا مثلا ادمن فراغ اليوزر المجاني رفرش هنا وطلعنا لوج اوف،
ونسوي نرفرش مو مثل تجي ساعة تشوفون راح يبقى لوجين محتفظ بالمعلومات، راح يقول لك ويلكم ادمن، يعرف انه انت نفس اليوزر حتى لو طلعت، يعني حتى لو تقول له لوج اوف لوجين راح يبقى محتفظ بالمعلومات، مو كل ساعة تكتبها انت بيدك. راح اكمل وياكم ان شاء الله بالاعدادات مال هوت سبوت. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.